أمي. هلا اذا فرضا يعني عجبتك كثير البدله، ايه مو تورجيهم انه والله انبرعتي فيها وزحل عقلك فيها؟ بتعرفي ليش امي؟ لانه هذين بيغلوا علينا السعر وما بيبيعوا لنا اياها مثل ما بدنا. عم تفهمي علي شو عم بحكي؟ فهمت يا امي فهمت. مو لا تعجبنا البدله الاول ان شاء الله. يلا امشي. كيف بتحبوا القهوه خالي؟ لا حبيبتي لا تعذبي حالك، نحن جايين نشوف البدله ونمشي راسا. شو هالحكي؟ اي والله ما بصير، اقل منا يعني. ماشي الحال، اذا هيك خليها وسط حبيبتي. يسلم لي الوش الحلو يا حق. شكرا خالي. وعرسكم قريب يا ترى؟ يعني بدك تقولي شي شهر تاني. ان شاء الله تمام على خير. شكرا خالي. يا اختي هالفتره كثير صعبه، يعني بدك تنزلي على السوق تشتري قماش وتقطعي وتضرعي وتروحي لعند الخياطات وتاخدي مواعيد وتتحملي كزبون، وهذا اذا زبط كمان المقاس ولا زبط الموديل، يعني لتقلها اول ما لها اخر. اي والله معك حق. لا ومن جهه تانية اذا بدك تنزلي على السوق تشتري لك قماشه بتلاقي هالسوق مطلوب صلص كله فرق موديل الشقفه، واذا بدك تلبسي لك قطعه الواعي اللي على بدنك كله لابس منها. يعني والله شيء عجيب، يعني موديل الشقف يلي بالسوق مثل وجوه الملاحف بفرد شكل. صحيح حكيك مزبوط تمام. بقى ان شاء الله تعجبكم هالبدله ويزبط القياس معكم. تفضلي خالي. الله يسلم هالايدين يغزل العين، ما شاء الله وكان حولك وحواليكي. الله يسلمك. شكرا. دخلك بدي اسالك ولو فيها مضايقه، يعني هالبدله هي بدله عرسك؟ بقصد كانت بدله عرسك؟ صحيح. لكن ليش بدك تبيعيها حبيبتي؟ يعني لا تواخذيني بالكلمه، الوحده بتحب تحتفظ ببدله عرسها مشان الذكرى. مزبوط بس هيك ظروف. ايه خير ان شاء الله. يعني بلا مؤاخذه جوزك موافق تبيعي البدله؟ قصدي انه يعني بدله العرس ما بتخص العروس بقد ما بتخص الاثنين سوا. معك حق، بس هذا اذا كانوا لساتهم متجوزين. انا وجوزي اتطلقنا او بالاحرى عم نتطلق. والله انك زعلتيني، لا تواخذونا يا جماعه اذا قلبنا عليكم المواجع. لا ولا يهمك، حتى الطلاق احيانا بيكون اكبر فرحه للبنت إذا حصلت عليه، خاصة إذا كانت حياتها مع زوجها أمر من الصبر. لهالدرجة؟ يا حسرتي على هالبنت، يا حسرتي. طلع حظها أسود مثل الشحار وما شافت عنده ولا يوم واحد أبيض. ثلاث شهور مرقوا عليها وكأنهم ثلاث سنين. ولولا أولاد الحلال اللي ساعدوها ووقفوا جنبها وهربوها بليلة ما فيها ضوء قمر، يمكن كنت خسرت بنتي على الخالص. يا لطيف تلطف فينا. معقولة؟ ايه البني ادم ما بيصدق لحتى يوقع على خندق رقبته، وهي نحن وقعنا وما حدا سمع علينا. طيب وليش ما عم بيرضى يطلقها بقى؟ قال ما بيطلقها لحتى تتنازلوا عن المتقدم والمتاخر والصيغه والهدايا تبع الخطبه وملبوس بدنها. ليش انتوا ما قبضتوا المتقدم؟ لا كتبنا بالعقد المتقدم غير مقبوض، وكثير مثلنا عم يعملوا هيك مو بس نحن. طيب هي ليش ما عم تتنازل له اذا كانت مقضيه المقاضي؟ يعني معلومه هيك راحت البال ما بيعادلها مال قارون. ومين قال لك ما تنازلت له؟ تنازلت له وما استفادت شيء. طيب انت ليش ما بترفعي عليه دعوه تفريق وبتخلصي؟ ليش لحتى تضلي تحت رحمته؟ ومين قال لك انه ما فكرنا بهالشيء؟ بس العله انه مسجلين زواجهم بالمانيا، والطلاق لازم يصير مو بس هون كمان بالسفاره السوريه بالمانيا. مشان هيك عم يتحكم فينا وعم يطلطح برجليه يمين وشمال. فظاعة، شو هالمصيبة هي؟ لكن يا أختي كل مين بهالدنيا الله بعت له هم طامره طمر، بس نحن همنا ما بتحمله جبال. طيب عدم المؤاخذة يعني أنتوا ما شفتوه قبل ما تعطوه؟ ما سألتوا عنه؟ ما عرفتوا أصله وفصله؟ بلا سألنا،
بس قد ما الواحد بحبش عن الاصل والفصل والعيله والكيله الا ما ضل شيء مخبى لحتى يوقع المقدور. ولك تضرب جوازات السفر ما اغلظها تضرب. يعني ما كان في مجال للتفاهم بيناتهم منوب؟ قصدي اذا عاشوا مع بعضهم 3 اشهر. 3 اشهر كافيين لحتى يقلشوا على بعضهم ويعرفوا طباع بعضه؟ يعني ما بدك الاساس يكون سليم. اذا الشاب طلع سرسري وملعب وسكرجي وامرجي وعايش على حساب النسوان، فاي رجا بدك تتاملي منه؟ اذا الشاب طلع... ماما الله يخليكي، بقى ما بدنا نحكي على حدا هلا وما بدنا نكركبهم بقصصنا اللي مالهم فيها. لا معلش فضفضي منيح، نحن مالنا متضايقين منوب. وليش حتى ما نحكي؟ شو نحن عم نكذب ولا عم نالف روايات من عقلنا؟ اي والله اللي صار معك ما بيتصدق ولا بالافلام. ولو كان انا ما بدي احكي على حدا، خلص يصطفل منه لربه. اسمعي على هالحكي، اسمعي كل ما بدي فش قلبي بتزعل وبتتضايق. يا ماما مو قصة ازعل ولا اتضايق، كل القصة وما فيها انه ما صار في بيناتنا تفاهم، هذا كل شيء. فما في داعي اني اكشف عيوبه ولا احكي عليه، انا ما بدي غير الله يخلصني منه لحتى اخذ حريتي وارتاح بقى. لا والألعن من هيك، قال جاي على البلد بعد فترة، قال شو خطأ وعرسه قريب، مشان هيك الاخ مستعجل على المصاري. لك باليوم القصير بدق لنا 4-5 تليفونات مشان يسأل على 300,000 ليرة. لا وعم يتصل على حساب المستشفى، اصلا بيت ما عنده هنيك وساكن بسكن مشترك مع الممرضين بالمستشفى. بقى لنا لحالنا نحن اذا انباعت هالبدله بركي منحط حقها فوق المصاري اللي معنا ومنعطيها هون ومنسد له حلقه ومنخلص من همه. وشو هدول 300,000 ليرة؟ هدول مصاريف العرس والعزايم تبع الخطبه واجره تكت الطياره اللي دفع لها اياها وقت سافرت لعنده على المانيا. وهلا هو وينه؟ قاعد بالمانيا وعم يشحد من فلان ويتدين من علتان، وعلى قولة أنا دكتور وأنا دكتور، وهو بعيد عن الدكتورة سفر سنة، أصلا شهادة طب بإيده ما في، شارية شرب المصاري. لك روح الله يصطفل فيك يا هشام بخطية هالبنت اللي تاركها لا معلقة ولا مطلقة. اسمه هشام؟ إيه نعم. وهو دكتور بألمانيا؟ نعم ستي، ولا تقرفي. وشو اسم أبويا ترى؟ من بيت مين يعني؟ أبوه اسمه تحسين عرموط، وأمه من بيت البلليعي. يلا عن اذنكم انا رايحه اجيب البدله. ايه ماما روحي جيبيها روحي. الله وكيلكم، وقت لبستها هنادي يوم عرسها تقولي حوريه وطالعه من باب الجنه. لك روح روح الله يصطفل فيك يا هشام يا ابن مسرر. يمكن هو. مين؟ هشام من المانيا. ما قلت لك انه عم يدقدق تليفونات مشان يستعجلنا على المصاري؟ ماما احكي معه انت الله يخليكي. أنا ما بدي أحكي معه هز بدني. إن شاء الله بحاكيه الحكيم وما بيعرف لعيلته دواء، إيه ما فشرت عينه إني أحكي معه؟ إذا بدكم أنا بحاكيه. أنتِ؟ إيه أنا. لكان قولي له إنه ما في حدا بالبيت. ألو؟ ألو؟ ألو، مين؟ هنادي؟ نعم أنا هنادي. شو بدك؟ شو بدي يعني؟ بدي مصاري. وانا قلت لك انه رح ادفع لك. على راسي، بس امتى؟ خطيبتي عم تستناني ولازم لي مصاريف. شو؟ مين خطيبتك؟ خطيبتي كسرت راسك. لمعلوماتك خطيبتك ما عادت خطيبتك. والله؟ شو عم تتحديني يعني ولا عم تهدديني؟ لك انا هشام، حلك تعرفيني. وانا خطيبتك يا دكتور، شو ما عرفتني؟ رندا؟ ليش انا لمين دقيق؟ ما المهم لمين دقيق، المهم الله ورجاني بعيني وسمعني باذني بدون ما حدا يقول لي. الو الو لحظه. لا لا اسمحي لي يا ام هنادي، بوس ايدك وشو قفا لانكم فشيتوا لنا قلبكم وحكيتوا لنا وجعكم. بفشت هالقلب هي خليتونا نحن كمان نفسخ الخطبه. خطبه مين؟ انا ما عم بفهم شيء. هلا صار ضروري نعرفكم بحالنا. بنتي رندا اللي جايه تشتري بدله العرس بتكون خطيبه الدكتور المانيا هشام تحسين عرموط. قماش بهالسوق؟ في شي حلو داخلكم؟ قولوا لي قطعتوا بدلة العرس ولا لا؟ والله يا ام عزيز رحنا مشان نقطع البدلة.
ايه منافسخنا الخطبه.